الرئيس السيسي يتفقد تطوير عدد من المحاور والطرق بشرق القاهرة ويشدد على الالتزام بالجداول الزمني المحدد للانتهاء من الأعمال. السلطات العراقية تواصل ملاحقة فلول داعش الإرهابي وتدمر منصة إطلاق صواريخ في بغداد. إصابة شرطية فرنسية بحادث طعن بمدينة نانت ومقتل منفذ الهجوم. السادسة مساء الرابعة بتوقيت غرينتش، نشرة إخبارية مفصلة تأتي حضراتكم من القاهرة. أرحب بكم بداية هذه النشرة مع آية لطفي. آية، شكرا لك نانسي وأهلا بكم مشاهدينا. والبداية حيث تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي أعمال تطوير عدد من المحاور والطرق الجديدة بمنطقة شرق القاهرة. وقال المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي إن الرئيس السيسي اطلع على أعمال التطوير في المحاور المحيطة بمطار القاهرة الدولية، مشيرا إلى أن الرئيس السيسي توقف أثناء الجولة التفقدية ليناقش المسؤولين بمواقع العمل وليطلع على سير الخطوات التنفيذية، حيث شدد على الالتزام بالجداول الزمني المحددة للانتهاء من الأعمال. كما التقى الرئيس السيسي بعدد من المواطنين الذين تصادف وجودهم أثناء الجولة، حيث تبادل معهم الحديث بشأن أحوالهم المعيشية والاستماع إلى طلباتهم. تفقد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي أعمال تطوير عدد من المحاور والطرق الجديدة بمنطقة شرق القاهرة، حيث اطلع سيادته على أعمال التطوير في المحاور المحيطة بمطار القاهرة الدولي، خاصة شارع عبد الحميد بدوي وتقاطعه مع طريق الأوتوستراد. مشروع تطوير محيط شرق القاهرة في النقطة تقاطع الأوتوستراد مع شارع عبد الحميد بدوي، تم تنفيذ فندم المشروع. فندم عبارة عن 13 كيلو و250 أطوال طرق وتطوير، ما بين إنشاء جديد فندم وما بين تطوير وتعريض الطريق فندم، اللي يصل إلى 8 حارة مرورية في بعض الأماكن فندم، بواقع 16 حارة مرورية. أحد أهم الطرق فندم اللي إحنا تم تنفيذها تقاطع عبد الحميد بدوي مع طريق الأوتوستراد. المنطقة دي فندم كانت بتسبب اختناق مروري، تم تنفيذ عدد 2 كوبري دوران للخلف للقادم من عبد الحميد بدوي رجوعا الى شارع عبد الحميد بدوي ثم محور جوزيف تيتو، والاتجاه العكسي فندم القادم من مدينه نصر للعوده الى مدينه نصر فندم بدون اي تقاطعات سطحيه فندم. تم تنفيذ فندم الطريق للتطوير طريق الاوتوستراد بطول كيلو 700، جاري فندم رفع المساحي لتطوير ما تبقى من طريق الاوتوستراد وصولا الى طريق ابو غزاله، وزي ما سيادتك امرت فندم جاري رفع مساحي ودراسه تطوير شارع الملتقى العربي ليصل الى طريق الاوتوستراد برضه فندم بعد انتهاء الصينيه زي ما سيادتك قلت قبل كده فندم، وصولا الى الاوتوستراد. تم تطوير فندم محور المشير احمد اسماعيل بطول 2 كيلو و200 من تقاطعه مع صلاح سالم فندم وصولا الى طريق الاوتوستراد اللي عشان يخدم فندم على طريق السويس عبر طريق الصاعقه فندم. تم تطوير فندم شارع الشهيد سيد زكريا بطول كيلو 600، وتم تنفيذ فندم اماكن انتظار للانشاء مكتظ بالاماكن التجاريه والسكان، فتم تنفيذ فندم اماكن انتظار على المائل في الجزيره الوسطى فندم. تم تنفيذ فندم عدد 2 وصلة عرضيه للربط بين شارع عبد الحميد بدوي وشارع الشهيد سيد زكريا، زي شارع الحسن فندم بطول 400 متر او شارع النصر فندم بطول 500 متر. جاري دراسة فندم تطوير عدد 2 طريق عرضي آخر، شارع خالد بن الوليد وشارع الموازي لشارع أنقرة فندم. شارع أنقرة فندم بطول حوالي 2 كيلو 400، جاري دراسة فندم تطوير الشارع الموازي ليه مساتك أمرت قبل كده، دراسته من حيث المرافق فندم والتخطيط فندم. تم تنفيذ فندم رفع كفاءة شبكات المرافق في نطاق محيط شيراتون فندم بإجمالي 35 كيلو خطوط مية، مع تنفيذ فندم خط صرف صحي لصرف الأمطار في الكيلو 700 بتوع شارع الاوتوستراد فندم، لان هنا ما كانش فيه فندم اي خطوط صرف مطر خالص، فتم تنفيذ خط شركه الصرف الصحي. تم نفذت كيلو 700 خط صرف صحي لخدمه الكيانات المستقبليه او لصرف المطر فندم اللي هيبقى موجود هنا ان شاء الله. تم تنفيذ فندم الاعمال اللاندسكيب في نطاق التبه في نهايه شارع عبد الحميد بدوي زي ما سيادتك امرت، او جاري تنفيذ فندم تنفذ جزء وجاري تنفيذ الجزء الاخر فندم.
تم تنفيذ عدد 2 وصل عرضيه بطول 2 قصدك الحمايه اي فندم الحمايه واللاندسكيب بعديها فندم الحمايه جاري تنفيذها واللاندسكيب بتنفذ منها جزء وجاي تنفيذ الباقي فندم 2 وصل عرضيه للربط ما بين شارع عبد الحميد بدوي والاوتوستراد عند كوبري الصاعقه فندم بطول 200 متر تم تنفيذهم بالكامل يا فندم بص يا محمد هو مول يا فندم الشارع ده تمام سيادتك دي حديقه تمام سيادتك قدامها شارع وشارع تمام سيادتك ودي حديقه قدامها شارع وشارع تمام سيادتك لو سمحت دول اربعه هنا اربعه هنا اربعه هنا تمام سيادتك يتعملوا اوامر فندم نفس الكلام لهنا مفيش مكان لسه يمشي فيه اوامر ادي حاجه الحاجه الثانيه انتوا عملتوا الشارع حتى بتاع حميد بدوي اللي احنا مشينا عليه تمام سيادتك انا فوجئت ان الرصيف اللي جنب اليمين كله عايز رفع كفاءته طب بتعملوه تمام سيادتك ما لما عملنا شارع نخرج منه من اوله لاخره بحيث ان انا اخرج بالشارع ده ايه يمين وشمال والصفه بتاعته كله خلصان مره واحده بقى اوامر فوق شاكرين كما التقى سيادته بعدد من المواطنين الذين تصادف وجودهم اثناء الجوله فيكشن المعرض وعلمنا وتابع رئيسنا طول العمر وانت طيب وانصرك ويفاديك انا عندي 63 سنه ربنا يديك الصحة عايزة تركيب عيني عيني وفي رجلي 25 مسمار عيني ما خدتش ولا عربية طبعا مع وكيل وعليا وعليا طب هدي اوري الباشا العلاج وعليا ايجار ايجار للشقة يا ريت تخلص لي ايجار لان دي مش باسم الشقة انا شارياها من نبوية السيد ده العنوان بتاعي في الشهر. حاضر ايه تاني؟ وسلامتك انت حبيبنا ومالناش الا انت وطول عمري ان انا نفسي اشوفك. انا سعيد بشوفك الله يرضيك الله يبارك الله يكفيك شر المرض. مش عايزه حاجه تانيه؟ عايزاك تخلص لي ايجار الشقه. كل اللي انت عايزاه. وعايزاك تعمل لي عيني وتجيب لي حرامية مش بقدر امشي. اتصور معاك بقى. ما احنا متصورين اهو. اتصورنا. السلام عليكم. للمزيد ينضم إلينا هاتفيا دكتور أسامة عقيل أستاذ هندسة الطرق والكباري. دكتور أسامة في البداية أرحب بك معنا في هذه الجولة على شاشة إكسترا نيوز. يعني مشهد أصبح يتكرر كثيرا وهو تفقد السيد الرئيس بنفسه للتطوير وما يتم تنفيذه في المحاور والطرق الجديدة. بداية تقييم حضرتك لما تم تنفيذه وما يتم تنفيذه حتى الآن بخصوص التطوير في هذه المحاور والطرق الجديدة ودورها في تقليل التكدس أو الكثافة المرورية تحديدا في شرق القاهرة. طبعا زيارات السيد الرئيس كل أسبوع كل يوم جمعة غالبا صحيح هو بيلف بنفسه بيشوف وبيتابع الشغل مش معتمد على اي تقارير بتطلع له فطبعا دي بتدي دفع ان الشغل يخلص بسرعه وجوده. نعم. دي نقطه، النقطه الثانيه انه المحاور دي كلها اللي بتتعمل في شرق القاهره وعلى فكره في غرب القاهره شغل كمان. نعم. وفي في كل مكان دلوقتي بقى في القاهره الكبرى فيها حجم اعمال دلوقتي الهدف منها إزالة أو تخفيف الاختناقات المرورية اللي موجودة واستكمال شبكة الطرق لأن القاهرة الجديدة كانت القاهرة الكبرى كانت قعدت فترة طويلة ما بيتعملش فيها حاجة يعني ما فيش أعمال جديدة لها فطبعا شبكة طرق القاهرة لأنها كل النقل الحضري عليها وتنقلات الناس والكلام وانتقالات البضائع والركاب كان في ضغط رهيب وكثافات احنا كلنا عشناها يعني. نعم. كل الاعمال دي عملت ايه؟ اثرت بالايجاب على ان يبقى في حل للاختناقات المروريه وده اللي شفناه لما استكمل العمل في مصر الجديده ومدينه نصر والمطريه والمناطق دي كلها ونزهه جديده وجسر السويس في كل المناطق دي كلها. نعم. في حالة اختناقات مروريه شديده، الحاجه بقى الثانيه المهمه اللي لازم الناس تبقى عارفاها ده بيعمل ايه؟ ده بيرفع قيمه الاراضي وبيرفع قيمه العقارات وبيشجع المستثمر انه يجي لما بيبقى المدينه ما فيهاش اختناقات مروريه، فبيبقى عارف ان هو لما هيعمل اي استثمار هيبقى في عائد ما فيهوش مشاكل، الناس هتقدر تروح شغلها وترجع بسهوله. في فرص استثمار كثيرة وخاصة دلوقتي بعد ما
في مدن جديده وفي اراضي متاحه وفي مشروعات، المشروعات كتير جدا بتتعمل دلوقتي، ما كانش كل الكلام ده يصلح بدون ما يكون في شبكه نقل وطرق كبيره. نعم. ده ضروري، لازم الناس تبقى عارفه ان ده مش مجرد ان بيعمل كباري كتير، او زي ما الناس تقول لك ده بيعملوا كباري كتير، ده بيعملوا طرق كتير، لا، انت مش هتقدر تعمل اي مشروعات ولا تقدر تعمل اي حاجه بدون ما يكون في نقل. صحيح. دي اساس كل حاجه. يعني دكتور أسامة، نقطة هامة للغاية شدد عليها الرئيس خلال جولته التفقدية وخلال تفقده لهذه المشاريع، وهي الالتزام بالجداول الزمنية المحددة. يمكن هذه نقطة هامة جدا أصبحت مصر تتميز بها. إلى أي مدى ترى الآن مصر تتميز بجودة تنفيذ المشاريع وأيضا الالتزام بالجدول الزمني المحدد والسرعة القياسية التي تنفذ بها هذه المشاريع؟ إحنا كنا ماشيين، لأن أنا يعني أنا معاصر كل الكلام ده من فترات طويلة. نعم. إحنا كانت المشروعات اللي زي دي كانت بتاخد سنوات طويلة. ليه؟ كان بيدخل فيها بقى الروتين الحكومي وما فيش أي ضغوط ولا فيش أي التزام ببرامج زمنية، وما كانش فيه التمويل جاهز، يعني كان فيه مشاكل كتير. النهاردة كل التمويل موجود، الإرادة السياسية موجودة، في حاجة أكتر من رئيس الجمهورية بيتابع، فجميع الشركات كلها، الشركات اللي كل الشركات بتشتغل، صناعة المقاولات في مصر تطورت تطور شديد جدا، نشأ دلوقتي شركات مقاولات، عدد ضخم جدا من شركات المقاولات، مصر بقت من أكبر البلاد في المنطقة اللي دخلها معدات للإنشاء. دي ما كانتش موجوده، احنا عندنا دلوقتي كميه معدات تقدر تنجز اي مشاريع في وقت قياسي. غير كده كمان عندنا الكوادر الهندسيه دلوقتي بقت حاجه رائعه وحاجه قويه جدا. ليه؟ هو المشروعات بتساعد، في مشروعات مفتوحه وفي عمل، ففي طلب على المعدات وفي طلب على الفنيين والمهندسين. لا، في تطور في صناعه المقاولات كتير جدا، وصناعة المقاولات بتحرك صناعات كتير جدا وراها، بتحرك صناعات كتير جدا وراها. نيجي بقى على ليه المشروعات بتنجز بسرعة؟ لأنه لما بتنجز المشروعات بسرعة يبقى العائد الاقتصادي اللي جاي منها أقدر أستفيد به بسرعة. صحيح. أي تعطيل لمشروع هو تعطيل للعائد بتاعه. يبقى إذا سرعة الإنجاز لها عائد اقتصادي كبير جدا. وعائد استثماري، المستثمر لما يجي يعرف ان هنا احنا بنخلص الطريق ولا الكوبري ولا المنشأ المبنى بيخلص في فتره قياسيه، فيبقى عارف ان لا، هنا في جديه، في دوله عايزه تعمل استثمار، في دوله عايزه تعمل اقتصاد، لا، له تأثير جذري. اكيد. تأثير ايجابي. يعني دكتور أسامة ختاما، والحقيقة أن هذه نقطة إنسانية هامة، أصبحنا نرى خلال أي جولة تفقدية يقوم بها السيد الرئيس هناك أيضا تفقد لأحوال المواطنين يعني خلال هذه الجولة، وهذا ما شاهدناه اليوم خلال تفقد الرئيس لأحوال المواطنين خلال هذه الجولة وحديثه معهم. يعني إلى أي مدى أصبح اليوم كل المواطنين يلمسون هذه المشاريع سواء على المستوى العام أو على المستوى الشخصي أو الإنساني؟ لما يبقى كل يوم جمعة رئيس الجمهورية بينزل الشارع كده وبيقف في الشارع ويقابل المواطنين، فبقى المواطنين عندهم إحساس كده بأنه، وهو بيحصل في الحوار اللي داير يعني، ده حقيقي، عندهم إحساس أن الرئيس يقدر يطلبوا منه أي حاجة، يقدر يطلبوا منه طلباتهم لو عندهم مشاكل أو أي حاجة، وعارفين أنه هو عنده القدرة أنه يستجيب لهم، لأنه هو عنده الرغبة كده، هو عاوز صحيح. أي حد يطلب أي حاجة يعملها له، وطالما هي في حدود القانون وفي حدود المسموح به ولا تخالف القواعد. أكيد. فطبعا دي لمحة إنسانية ضرورية على فكرة. نعم. بمنتهى الأهمية، يعني حضرتك ما حدش يستهون بديا، لأن دي أكيد انطباع أن الرئيس قريب من الناس. يعني دكتور أسامة عقيل، أستاذ هندسة الطرق والكباري، كنت معنا عبر الهاتف، أنا بشكرك شكرا جزيلا على كل هذه المعلومات.
من جانبها أعلنت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان أنه جاري نقل السيدة المصرية التي التقاها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال تفقده أعمال تطوير عدد من المحاور والطرق الجديدة بمنطقة شرق القاهرة إلى مستشفى معهد ناصر لتلقي العلاج على نفقة الدولة، وذلك وفقا لتوجيهات الرئيس بتقديم كافة السبل الرعاية الطبية اللازمة لها. هذا أوضح الدكتور خالد مجاهد مساعد وزيرة الصحة والسكان للإعلام والتوعية والمتحدث الرسمي للوزارة أن وزيرة الصحة والسكان وجهت بإرسال سيارة إسعاف مجهزة لنقل السيدة إلى المستشفى لتلقي العلاج، حيث تعاني من مرض السكري والتهابات بالعين، كما أنها تعاني من سرطان الثدي وتخضع للعلاج الكيميائي. أكد مجاهد أيضا أن وزيرة الصحة تتابع تطورات الحالة الصحية للسيدة عن كثب وما يتم تقديمه من خدمات طبية لها، تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية بحق كل مواطن في الحصول على أفضل خدمة طبية والعلاج على نفقة الدولة. حققت مصر طفرة غير مسبوقة في تنمية صناعة الخدمة التكنولوجية والمعروفة باسم تعهيد، والتي تتمثل في نقل أعمال وخدمات تجارية من وإلى مصر اعتمادا على عدة عوامل تنافسية تكمن في الكوادر البشرية المدربة والموقع الجغرافي المميز وانخفاض المقابل المالي مقارنة بغيرها من الدول الأخرى. وأوضح المركز الإعلامي لمجلس الوزراء في تقرير له أن مصر احتلت المركز الأول إقليميا وقاريا والخامس عشر عالميا في مؤشر كارني لمواقع الخدمات العالمية. وأوضح التقرير أن المؤشر لمواقع الخدمات العالمية يضم 60 دولة تم اختيارها على مستوى العالم على أساس حجم المدخلات وأنشطة الخدمات عن بعد والمبادرات الحكومية لتنمية قطاع الاتصالات والمعلومات. ويتناول المؤشر أربعة محاور رئيسية، وهي الجاذبية المالية وتوافر العمالة الماهرة وبيئة الأعمال وقابلية الدولة للتحول الرقمي. في إطار الدور الإنساني والاجتماعي لوزارة الداخلية، تواصل الوزارة توجيه قوافل طبية وخدمية وإنسانية للمناطق الحضارية الجديدة والأكثر احتياجاً لدعم مساندة المواطنين وتخفيف الأعباء عنهم. تجهيزات متواصلة تقوم بها وزارة الداخلية من خلال منظومة أمان التابعة للوزارة من أجل إعداد عبوات بها سلع غذائية لإهدائها للمواطنين في المناطق الحضرية الجديدة والمناطق الأكثر احتياجاً والقرى والنجوع النائية. تحت مظلة مبادرة كلنا واحد برعاية رئيس الجمهورية، انطلقت القوافل المحملة بالمساعدات والمصاحب لها قوافل طبية والتي تضم تخصصات متعددة إلى الأماكن المستهدفة بالمحافظات، بخاصة المناطق الأكثر احتياجاً فيها، للارتقاء بالخدمات الطبية والصحية المقدمة للمواطنين من قاطني تلك المناطق في إطار الدعم والمساندة التي تقدمها وزارة الداخلية لهذه الفئات، واتساقاً مع توجه الدولة نحو رفع الأعباء عن الفئات الأكثر احتياجاً وتوفير حياة كريمة لهم. يا جنودك اللي بينا اشتد عودك، واللي وجودنا من وجودك واقفين معاك بروح وقلب. القوافل الطبية باشرت عملها من خلال قيام أطبائها بالكشف على المواطنين من المترددين عليها، حيث تعد تلك القوافل فرصة للمواطنين لتوفير رعاية طبية لائقة لهم، حيث اعتادوا على انتظارها بصفة خاصة ليتسنى لهم الاطمئنان على حالتهم الصحية مع صرف الأدوية اللازمة لهم بالمجان.
والله انا لسه صفه العلاج بتاعي وبنستنى اي كفيله بتجينا بنكشف علينا وبتدينا علاجنا، وبنستنى اي كفيله بتبعتها لنا الوزاره هنا، ومبسوطين قوي بالكفيله اللي بتجينا. جات لنا قبل كده بتاع عيون رمد عظام على طول بصفه مستمره بتيجي، وعلاج ومية مية 24 قرار. احنا بنستنى القافله دي كل ما بتيجي بنيجي نكشف، بناخد علاج، بناخد كل حاجه كويسه، وبيقابلونا مقابلات كويسه وناس محترمه. ربنا يخليهم لينا يا رب، ويخلي الشرطه يا رب. كشفت حضرتك حساسيه وكشفت نظر حضرتك، وادوني العلاج مشكورين يعني. شكرا لسياده الرئيس ان هو على طول بيفتكرنا بدعمه لينا، والحمد لله رب العالمين. كتر خيركم يا رب وما تحرمش منكم. تلك القوافل الطبيه والانسانيه والمستمره على مدار العام في اطار مبادره كلنا واحد، انما تعكس مدى الاهتمام الذي تليه وزاره الداخليه ليس للفئات الاكثر احتياجا فقط، وانما لكل فئات المجتمع المصري، بهدف دعمهم ومساندتهم في ظل حرص القيادة السياسية على رفع الأعباء عن كاهل الأسرة المصرية. احنا اللي بنلبي في وقت ما بتنادينا، لو تحتاجينا بتلاقينا دايما هنا شرطة وشعب. استقبلت دكتور رشا راغب المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب دكتور هالة سعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والوفد المرافق لها لمناقشة سبل وأوجه التعاون بين الأكاديمية والوزارة في الفترة القادمة، ولوضع خطط عمل لمجموعة من البرامج التدريبية الجديدة. تناول اللقاء عددا من الملفات على رأسها البرامج التدريبية التي يمكن عقدها مستقبلا بالتعاون بين الطرفين، مثل تأهيل وتمكين المرأة المصرية والعربية والشباب، بالإضافة إلى البرامج التي يمكن تقديمها على مستوى إفريقيا ودول العربية. خلال النقاش أكد دكتور رشا راغب أن البرامج التدريبية للأكاديمية معدة لتمكين المواطن المصري في مختلف القطاعات. من جانبها قالت الدكتورة هالة سعيد أن الأكاديمية الوطنية للتدريب أصبحت المركز الرئيسي لتنمية قدرات وبناء الإنسان المصري. أعلنت الحكومة عن صدور تكليف من الرئيس عبد الفتاح السيسي بالعمل على توسيع قاعدة المواطنين المستفيدين من المبادرة الرئاسية لإحلال المركبات المتقدمة بسيارات أخرى جديدة تعمل بالوقود المزدوج. وأوضح وزير المالية محمد معيط أنه تم تخصيص 2,100,000,000 جنيه بموازنة العام المالي المقبل لتمويل الحافز الأخضر للمرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية التي تستهدف إحلال 250,000 سيارة متقادمة. أضاف الوزير أنه تم اتخاذ إجراءات جديدة لتوسيع قاعدة المواطنين المستفيدين من المبادرة الرئاسية لإحلال المركبات المتقدمة، منها دراسة مد مظلة المبادرة لتشمل سيارات المنطقة الحرة ببورسعيد، والسماح للمحافظات غير المشتركة بالانضمام للمبادرة فور جاهزية البنى التحتية والتكنولوجية لها، والسماح أيضا للمواطنين من أصحاب طلبات إحلال السيارات المتقادمة بتعديل واستكمال بياناتهم بسهولة. تواصل الدولة سعيها لزيادة الموارد الذاتية للمحافظات وتعظيم الإيرادات المحلية بما يسهم في تحسين الخدمة المقدمة للمواطنين وتنفيذ مشروعات البنية التحتية والصيانة اللازمة لها والتعامل مع أي طارئ. وخلال اجتماعه مع الدكتور محمد ندى خبير أول التنمية الحضرية بالبنك الدولي والمسؤول عن فريق الدعم الفني لبرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر بقنا وسوهاج لبحث آخر مستجدات برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر وأيضا تطوير منظومة التخطيط المحلي بالمحافظات، وجه وزير التنمية المحلية محمود شعراوي بضرورة توفير برنامج تدريبي كامل لتأهيل الكوادر المحلية المعنية بموضوع التخطيط المحلي في كافة المحافظات والتنسيق مع البنك الدولي في هذا الشأن لتوفير الدعم الفني. قال نائب رئيس مجلس الوزراء القطري وزير الخارجية محمد بن عبد الرحمن الثاني، قال إن قطر ترى أن مصر من الدول الكبرى بالمنطقة وتلعب دورا قياديا، وأن قطر تدعم ذلك ونتطلع للعمل مع مصر. وفي مقابلة تلفزيونية أشار إلى أن قطر تتعامل مع الحكومة الشرعية التي تم انتخابها
مؤكدا أن بلاده تحترم المؤسسات في الحكومة المصرية. هذا أوضح وزير الخارجية القطري أن لقائه مع الرئيس عبد الفتاح السيسي كان إيجابيا للغاية. وعربيا، أعلنت القوة الأمنية العراقية العثور على منصة لإطلاق الصواريخ في العاصمة بغداد. وقالت خلية الإعلام العراقي أن قوة أمنية تمكنت من العثور على منصة لإطلاق الصواريخ معدة لاستهداف أماكن معينة قريبة من منطقة تحي الجهاد الواقع غرب العاصمة العراقية بغداد. ويأتي هذا في الوقت الذي تستمر فيه القوة الأمنية العراقية في عمليات التفتيش والتطهير وملاحقة فلول داعش الإرهابية في كافة أنحاء البلاد لضمان عدم عودة ظهور التنظيم مرة أخرى في البلاد. طالبت منظمة الصحة العالمية بالوصول إلى المرضى في قطاع غزة والتمكن من إجلائهم لتلقي العلاج اللازم في ظل ضغوط تواجهها الأطقم الطبية لرعاية المرضى والمصابين بعد قتال دام 11 يوما. هذا وقالت فضيلة الشايب المتحدثة باسم المنظمة في جنيف، قالت إن نحو 600 مريضا بعضهم مصاب بأمراض مزمنة كانوا بحاجة لنقلهم إلى خارج القطاع منذ بدء القتال هذا الشهر. وأثار موظفو الإغاثة مخاوف من احتمال زيادة الإصابات بمرض كوفيد-19 بعد المواجهات التي وقعت في الآونة الأخيرة نظرا لتجمع الكثير من الأشخاص الذين نزحوا بسبب عمليات القصف بحثا عن مأوى. أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن أنه اعترض ودمر طائرة مسيرة مفخخة أطلقها الحوثيون صوب المملكة. وأشار التحالف إلى استمرار الحوثيين في محاولات استهداف المدنيين والأعيان المدنية، مؤكدا أنه يتخذ الإجراءات العملياتية لحماية المدنيين والأعيان المدنية من المحاولات الأعدائية. قالت الشرطة الفرنسية إن رجلا طعن شرطية بسكين وألحق بها إصابات بالغة في بلدة لاشابل سو إردير بغرب فرنسا، وقتل في وقت لاحق إثر تبادل إطلاق النار مع أفرادها. هذا وجرت محاصرة المهاجم بعد ملاحقة شاركت فيها طائرتان هليكوبتر وأكثر من 200 شرطي. وقالت الشرطة إن تبادلا لإطلاق النار وقع أثناء محاولة رجالها لاعتقاله، مضيفة أنه قتل فيما أصيب الشرطيان. وذكرت وسائل إعلام فرنسية أن الشرطية المصابة في حالة حرجة. وصل الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون إلى جنوب أفريقيا قادما من رواندا في زيارة تركز على مكافحة فيروس كورونا ومعالجة الأزمة الاقتصادية الناجمة عنه ومكافحة التغير المناخي. من المقرر أن يعقد ماكرون مباحثات مع رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا في جامعة بريتوريا لإطلاق برنامج لدعم إنتاج اللقاحات في أفريقيا يسانده الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة والبنك الدولي. عبرت مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين عن قلقها الشديد إزاء تقارير عن قيام جنود باعتقال مئات من مخيمات النازحين في إقليم تيغراي الإثيوبي هذا الأسبوع. وقال ثلاثة من العاملين بالإغاثة الإنسانية وطبيب لرويترز إن جنودا إثيوبيين اعتقلوا أكثر من 500 شاب وامرأة من 4 مخيمات للنازحين في بلدة شاير في الإقليم الواقع بشمال إثيوبيا. ولقي الآلاف حتفهم منذ اندلاع الصراع ونزح مليونان عن ديارهم، ويحتاج 91% من سكان الإقليم الذين يبلغ عددهم 6 ملايين نسمة للمساعدة الإنسانية طبقا لأحدث تقرير لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية.
اعترفت ألمانيا للمرة الأولى في تاريخها بأنها ارتكبت إبادة جماعية في ناميبيا خلال فترة الاستعمار قبل أكثر من قرن، متعهدة بتقديم مساعدة تنموية للدولة الإفريقية تزيد قيمتها عن 1 مليار يورو. وقال وزير الخارجية الألماني هايكو ماس في بيان إن ألمانيا توصلت إلى اتفاق مع ناميبيا بعد مفاوضات شاقة استمرت أكثر من 5 سنوات أسفرت عن الاعتراف بالإبادة الجماعية التي حدثت على يد القوات الألمانية خلال الحرب العالمية الأولى. أعلن الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير عزمه الترشح لولاية ثانية كرئيس اتحادي لألبانيا. وصرح شتاينماير بأنه يريد مواصلة العطاء لبلاده خاصة بعد وباء كورونا، مشيرا إلى أن ألمانيا تشهد حاليا أوقاتا مضطربة وانتخابات مهمة وشيكة. وأضاف أن الرئيس الاتحادي لا يحدد الاتجاه السياسي ولكن يمكنه بناء الجسور، مشيرا إلى أنه يرى منصبه ليس شرفيا بل تحد هائل. قدم رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو اعتذارا رسميا عن اعتقال أكثر من 600 إيطالية خلال الحرب العالمية الثانية وعن الأضرار التي لحقت بلغاريا الإيطالية الكندية. وقال جاستن ترودو في مجلس النواب إن الطريقة التي عاملت بها الحكومة الكنديين الإيطاليين غير مقبولة، وهذه المعاملة سببت أضرارا حقيقية، مؤكدا أن سياسة الاعتقال لم تكن عادلة، مشيدا أيضا بالأجيال التي عاشت مع هذا الإرث من التمييز. أعلن وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن أمام الكونغرس أن انسحاب قوات الولايات المتحدة من أفغانستان يأتي بوتيرة تسبق الجدول الزمني المحدد. قال أوستن خلال جلسة أمام لجنة فرعية للاعتمادات في مجلس النواب، قال إن المهمة التي تم من أجلها إرسال القوات الأمريكية إلى أفغانستان قد انتهت. وأضاف أوستن أن الموازنة المقترحة لوزارة الدفاع والتي بلغت 715 مليار دولار ستتضمن أموالا لمساعدة الجيش الأفغاني على تطوير القدرات لمنع الهجمات التي قد تشنها جماعة إرهابية. أفادت وكالة أسوشيتد بريس نقلا عن مسؤولين أمريكيين بأن إدارة الرئيس جو بايدن أبلغت روسيا بأن واشنطن لن تعود إلى معاهدة السماء المفتوح التي انسحبت منها إدارة دونالد ترامب. وحسب المسؤولين فإن نائبة وزير الخارجية الأمريكي واندي شيرمان قالت لسيرجي ريابكوف نائب وزير الخارجية الروسي إن الإدارة قررت عدم العودة إلى المعاهدة، وذلك بعد إتمام مراجعة هذا الملف. يذكر أن معاهدة السماء المفتوحة تنص على إجراءات الثقة في مجال الأمن بين روسيا ودول الغربية، وخاصة تحليق الطائرات فوق أراضي أطراف المعاهدة في مهام المراقبة. قال نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي ريابكوف إن روسيا تشعر بخيبة أمل لقرار الولايات المتحدة عدم الانضمام مجددا إلى اتفاقية السماوات المفتوحة للحد من التسلح، رغم أن تلك الخطوة كانت متوقعة. أكد ريابكوف أن الرفض الأمريكي لا يوفر مناخا مشجعا لإجراء محادثات بشأن الحد من التسلح خلال قمة بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأمريكي جو بايدن في الشهر المقبل. من جانب آخر قال ريابكوف إن موسكو وواشنطن لا تناقشان تبادل السجناء محتمل قد يفضي إلى إطلاق سراح بول ويلن جندي مشاة البحرية الأمريكية السابق المسجون في روسيا بتهمة التجسس. قالت أذربيجان إن أحد جنودها أصيب عندما أطلقت القوات الأرمينية النار على المواقع الأذربيجانية في ظل خلاف على الحدود بين دولتين. وقالت وزارة الدفاع الأذرية في بيان إن القوات الأرمينية أطلقت النار من عدة اتجاهات على مواقعها في ناخشفان، وهو شريط أذربيجاني تفصله الأراضي الأرمينية عن بقية أذربيجان، إلا أن وزارة الدفاع الأرمينية نفت ما تؤكده باكو. قالت السلطات اليابانية إن سفنا وطائرات تابعة لخفر السواحل تبحث عن 3 فقدوا من سفينة شحن انقلبت وغرقت بعد اصطدامها بناقلة في بحر سيتو.
وقال كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني في مؤتمر صحفي إن السفينة غرقت بعد اصطدامها بناقلة مواد كيماوية في مضيق كوروشيما، حيث أضاف أن خفر السواحل والسفن القريبة أنقذوا 9 من أفراد طاقمها البالغ عددهم 12، وأن سفن خفر السواحل تجوب المنطقة بحثا عن 3 الباقين. دمر حريق غابات العديد من المنازل وأجبر السلطات على إخلاء مجتمع بغداد الصغير بوسط ولاية أريزونا الأمريكية. وقال مسؤولو الغابات في ولاية أريزونا إن النار اشتعلت بسبب العشب الجاف والأغصان. وذكرت مصادر إعلامية أمريكية أن 15 منزلا احترقت أو تضررت بشدة. فر عشرات الآلاف من سكان مدينة جوما الواقعة في شرق الكونغو الديمقراطية باتجاه رواندا المجاورة بعد أن حذرت السلطات من ثوران بركان جديد محتمل من بركان نيراغونغو. وبدا جزء كبير من مدينة جوما في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية خاليا من السكان غدا عملية الإخلاء الوقائية التي أمرت بها السلطات تحسبا لثوران جديد للبركان. تستمر بضع عائلات تأخرت في الرحيل بمغادرة المدينة مع أطفالها سيرا على الأقدام حاملة حقائب السفر على رؤوسها، وهي تفاوض على سعر دراجات الأجرة. حذرت منظمة الصحة العالمية من أن المدخنين يواجهون خطراً أعلى بنسبة تصل من 40% إلى 50% للإصابة بأمراض خطيرة والوفاة من فيروس كورونا. وأيضاً جاء ذلك في تقرير للمنظمة في جنيف مع الإعلان عن جوائز المدير العام للمنظمة الخاصة باليوم العالمي للامتناع عن التدخين، مشيرة إلى أن من حصلوا على الجائزة هم وزير الصحة الهندية الدكتور هارش فارتان ومجموعة أبحاث التبغ في جامعة باث بالمملكة المتحدة. تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا في منطقة جنوب آسيا 30 مليونا. تأتي الهند التي تعاني موجة جديدة من كوفيد-19 ونقصا في اللقاحات تأتي في صدارة دول المنطقة من حيث عدد الإصابات. لا تزال منطقة جنوب آسيا تعاني من انتشار فيروس كورونا المستجد، حيث تجاوز عدد الإصابات 30 مليونا ومثلت 18% من الإصابات عالميا و10% من الوفيات. وتأتي الهند التي تعاني موجة جديدة من كوفيد-19 ونقصاً في اللقاحات في صدارة دول المنطقة من حيث عدد الإصابات. وخلال الشهر الجاري سجلت الهند ثاني أكبر دولة في العالم من حيث عدد السكان، سجلت أعلى حصيلة وفيات بالفيروس تشهدها منذ أن بدأت الجائحة العام الماضي، وهو عدد يزيد قليلاً عن ثلث الإجمالية. وقالت الهند هذا الشهر إن حملة التطعيم للوقاية من فيروس كورونا ستشمل كل من يزيد عمره عن 18 عاما، لكنها لم تتمكن من تلبية الطلب على اللقاح رغم أنها من أكبر منتجي اللقاحات في العالم. ووجه رئيس الوزراء الهندي انتقادات متزايدة بسبب عدم توفير اللقاحات، إذ حصل حوالي 3% فقط من سكان الهند البالغ عددهم 1.3 مليار نسمة على جرعتي اللقاح، وهو أقل معدل بين الدول العشر الأكثر إصابة في العالم. ولتلبية الطلب المحلي أوقفت الهند مؤقتاً صادرات اللقاحات في مارس الماضي بعد أن تبرعت أو باعت أكثر من 66 مليون جرعة. وأثر هذا القرار على دول من بينها بنغلاديش ونيبال وسريلانكا والعديد من الدول الأفريقية التي تسعى الآن للحصول على إمدادات بديلة. ونظراً لأنه من غير المرجح أن تستأنف نيودلهي صادراتها من لقاحات كوفيد-19 قبل أكتوبر، تبذل دول أخرى في جنوب آسيا مثل نيبال وبنغلاديش جهوداً دبلوماسية للحصول على اللقاحات لدعم حملات التطعيم المتعثرة مع نفاذ مخزونها من اللقاحات. أما باكستان
جارة الهندي من الغرب، فقد ضمنت الآن الحصول على أكثر من 18 مليون جرعة من خلال مشتريات وتبرعات من الصين ومخصصات من منظمة الصحة العالمية وتحالف جافي للقاحات. أعلن رئيس الوزراء الماليزي محي الدين ياسين عن فرض إغلاق كامل في أنحاء البلاد بدءا من يونيو مع بلوغ أعداد المصابين بفيروس كورونا مستويات قياسية. وقال محي الدين أن الإغلاق الأشد صرامة الذي سيبدأ من الأول وحتى 14 من يونيو سيطبق على كل الأنشطة الاجتماعية والاقتصادية، ولن يستثنى من ذلك إلا الخدمات الضرورية. وتزايد انتشار كوفيد 19 في الدولة الواقعة في جنوب شرق آسيا في الأسابيع الأخيرة، ويعود السبب جزئيا إلى السلالات المتحورة من الفيروس التي تنتقل بسرعة شديدة. وافقت وكالة الأدوية الأوروبية على استخدام لقاح فايزر المضاد لفيروس كورونا للأطفال ما بين 12 حتى 15 عاما، ليصبح بذلك أول لقاح يحصل على الضوء الأخضر لتحصين الأطفال في الاتحاد الأوروبي. تم افتتاح مسجد عمرو بن الخطاب بالمنيا بعد الانتهاء الكامل من أعمال الصيانة والترميم والتجديد. وقال الشيخ حسنين عبد الحكم مدير الدعوة بمديرية الأوقاف إن مسجد عمر بن الخطاب يأتي ضمن 7 مساجد على مستوى المحافظات تم صيانتها وترميمها وإعادة تأهيلها، ليكون إجمالي ما تم افتتاحه من أول سبتمبر 2020 1436 مسجداً. افتتحت مديرية الأوقاف بمحافظة سوهاج 3 مساجد جديدة تم إنشاؤها بالجهود الذاتية للأهالي، ليرتفع عدد المساجد التابعة لوزارة الأوقاف بسوهاج والتي تم افتتاحها هذا العام إلى 75 مسجدا، بينهم عدد من المساجد تم إنشاؤها بالجهود الذاتية. هذا المسجد ضمن 3 مساجد يتم افتتاحهن اليوم بمعرفة مديرية أوقاف سوهاج، والبقية تأتي في كل جمعة. يقوم وزارة الأوقاف بافتتاح العديد من المساجد على نفقة الوزارة أو نفقة أهل الخير. تتواصل عمليات الإحلال الكلي لمدرسة الرديسية بحرية الابتدائية المشتركة في أسوان التابعة لإدارة إدفو التعليمية، والتي ظلت مبنية بالطوب الأحمر أكثر من 30 عاماً. هذا ودخلت هذه المدرسة حيز الاهتمام ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي حياة كريمة، حيث تقرر هدم المدرسة بالكامل حتى يتم بناؤها من جديد وبمساحات أوسع وأرحب عن السابقة. هذا ومن المقرر أن ينتهي بناء المدرسة في غضون الشهور القليلة المقبلة لاستقبال التلاميذ مع بداية العام الدراسي المقبل. يبدأوا ينقحوا كل المدارس القديمة اللي ممكن يستفاد بها، فهنا القرية دي متسعة من الشمال إلى الجنوب، تبدأ المدرسة دي تشتغل عشان تخف الضغط من على المدارس الثانية. وإحنا بنشكر المبادرة الرئاسية حياة كريمة اللي بدأت تبص لهذه المدرسة وتبص للقرى الفقيرة في مركز إدفو تحديدا. إحنا عندنا حوالي 13 قرية دخلت فيهم حياة كريمة وبدأت تنشئ فيهم مدارس وصرف صحي، وبدأت تخليهم يتساووا مع المدن الكبيرة إن شاء الله. المدرسة اللي احتخلص يعني في 6 شهور، ونشكر الرئيس عبد الفتاح السيسي، ودي ما كانش متوقعينها احنا يعني تاجي دي لها سنين، لها 20 سنه مهردمه ومحدش سائل فيها، ولولا سياده الرئيس برضو والناس المسؤولين. نشكر السيد عبد الفتاح السيسي وحياه كريمه لاحلال وتجديد مدرسه البحيره الرديسيه بحر الابتدائيه بعد معاناه من الاطفال، كان يذهبوا 2 كيلو للذهاب الى المدرسه. أهالي قرية بني خليفة بمركز ناصر شمال بني سويف يعبرون عن سعادتهم بعد البدء في تنفيذ مشروع الصرف الصحي داخل القرية ضمن مبادرة حياة كريمة. أهالي القرية يوجهون الشكر إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية على إدراج قريتهم ضمن المبادرة. كل
كل يوم الشوارع كانت بتبقى واقفه ميه ومش عارفين نعمل ايه، وكنا اكننا مش عايشين. بنعيش حياة كريمة على ايد الرئيس، وبنشكره على الانجازات اللي هو بيعملها دي. والله احنا الحاجات دي كنا بنحلم بيها بصراحة، احنا دلوقتي بتتحقق معانا على ارض الواقع. سيادة الرئيس حقق لنا احلام كتيرة، وبصراحة احنا ما كناش نحلم ان الريف يبقى مهتم بيه بالطريقة دي، ولكن دلوقتي عندنا الصرف وعندنا النت وعندنا خدمات كتيرة بيعملها لنا. نشكر سيادة الرئيس على المجهود اللي عمله الحياة كريمة. احنا هنا في قرية بني خليفة والاعمال قائمة الحمد لله. فازت مصر برئاسة اللجنة الإقليمية للشرق الأوسط التابعة لمنظمة السياحة العالمية في دورتها القادمة، وذلك خلال الانتخابات التي أجريت أثناء الاجتماع 47 للجنة الذي عقد بالعاصمة السعودية الرياض. يأتي ذلك في وقت انتهجت فيه مصر استراتيجية متوازنة لاستئناف الحركة السياحية وضمان سلامة وصحة السائحين وكذلك العاملين في القطاع. تحقيق التوازن بين عودة ازدهار السياحة وضمان سلامة وصحة السائحين والعاملين في قطاع السياحة كانت أهداف محاور الاستراتيجية التي انتهجتها مصر لاستئناف الحركة السياحية وفق الضوابط والإجراءات الاحترازية التي وضعتها وزارة السياحة والآثار بالتنسيق مع الجهات المعنية والتي لقيت إشادة دولية واسعة. فأمام اللجنة الإقليمية للشرق الأوسط التابعة لمنظمة السياحة العالمية، حرص زوراب بوليكاشفيلي أمين عام منظمة السياحة العالمية بالإشادة بالجهود التي بذلتها الدولة المصرية خلال الفترة الأخيرة للنهوض بالقطاع السياحي والتدابير الاحترازية وضوابط السلامة الصحية التي اتخذتها الحكومة المصرية لاستئناف حركة السياحة، داعيا العالم أجمع لزيارة مصر في أقرب فرصة ممكنة والاستمتاع بجمال شواطئها ومناظرها الطبيعية الخلابة وحضارتها العريقة. وفي ظل تلك الإشادة فازت مصر برئاسة اللجنة الإقليمية للشرق الأوسط التابعة لمنظمة السياحة العالمية في دورتها القادمة، وذلك خلال الانتخابات التي أجريت أثناء الاجتماع 47 للجنة الذي عقد بالعاصمة السعودية الرياض. وتعود تلك النجاحات للقطاع السياحي بفضل القيادة السياسية التي تولي هذا القطاع أهمية خاصة في ظل ما يمثله من ركيزة هامة من ركائز الاقتصاد المصري، وتتمثل في الدعم غير المسبوق الذي قدمته الدولة للقطاع لتخفيف تداعيات جائحة كورونا حتى صارت نموذجا يحتذى به في تطوير منظومة السياحة من خلال الإصلاح المؤسسي على مستوى جميع القطاعات، فضلا عن استغلالها الأمثل للمقاصد السياحية المتنوعة التي تذخر بها مع العمل على زيادة مستوى تنافسيتها. واقتصاديا، في ظل التقارب في وجهات النظر بين القيادة السياسية بمصر وكوريا الجنوبية والتي تشهد تطورا في دفع العلاقات الثنائية في الوقت الراهن، استقبل المهندس محمد أحمد مرسي وزير الدولة للإنتاج الحربي كانغ يوان هو وزير برنامج إدارة المشتريات الدفاعية بكوريا الجنوبية والوفد المرافق له لمناقشة محاور التعاون الثنائي بعدد من مجالات التصنيع المشترك. كما تناول الجانبان توجيه الدعوة للشركات الكورية للمشاركة في معرض أدكس 2021 المقرر إقامته في مصر نهاية شهر نوفمبر من العام الجاري. انتظمت حركة الملاحة بهيئة قناة السويس لتشهد اليوم عبور 68 سفينة من الاتجاهين بإجمالي حمولات صافية قدرها 3,600,000 طن. قال رئيس هيئة قناة السويس الفريق أسامة ربيع بأن حركة الملاحة بالقناة تسير بمعدلاتها الطبيعية، مؤكدا على امتلاك الهيئة خبرات الإنقاذ اللازمة وقدرات التأمين الملاحي والفني اللازم للتعامل مع الأعطال. وأشار إلى قيام الهيئة بالتعامل السريع مع عطل مفاجئ في محركات إحدى السفن العابرة للقناة وهي سفينة الحاويات إميرالد خلال عبورها اليوم ضمن قافلة الشمال، مؤكدا على أن الهيئة تعاملت باحترافية مع الموقف المفاجئ.
ورياضيا، أعلن نادي يوفنتوس تعيين ماسيميليانو أليغري مدربا للفريق خلفا للمدرب المقال أندريا بيرلو. وكان يوفنتوس عين بيرلو مدربا له في الصيف الماضي بينما لم تكن لديه خبرة تدريبية سابقة، وتحت قيادته فشل الفريق في الدفاع عن اللقب المحلي واكتفى بالحصول على المركز الرابع في نهاية الموسم الحالي. أعلن نادي ليفربول الإنجليزي تعاقده مع المدافع الفرنسي إبراهيم كوناتي قادما من لايبزيغ الألماني لتعزيز صفوف ريدز في الموسم الجديد. قال ليفربول في بيان عبر موقعه الرسمي إنه توصل لاتفاق بشأن ضم إبراهيم كوناتي بعقد طويل الأجل مع ريدز اعتبارا من أول يوليو المقبل. هذا وعانى ليفربول في الموسم المنصرم من إصابة كل قلوب الدفاع في صفوف الفريق، وأبرزهم الهولندي فيرجيل فان دايك الذي تعرض لقطع في الرباط الصليبي الذي أنهى موسمه مبكراً. قال اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم إنه سيحدد ملاعب كأس كوبا أمريكا الأسبوع المقبل مع احتمال انضمام تشيلي إلى الأرجنتين في استضافة البطولة. كان من المفترض أن تقام البطولة التي تأجلت من العام الماضي بسبب جائحة فيروس كورونا بتنظيم مشترك بين كولومبيا والأرجنتين الشهر المقبل، ولكن الكونيبول قرر استبعاد كولومبيا بسبب الاضطرابات المحلية. وتقام البطولة التي تشهد مشاركة جميع منتخبات أمريكا الجنوبية العشرة في الفترة من 13 من يونيو وحتى 10 من يوليو. بذلك نكون وصلنا لختام هذه النشرة، إليكم تذكرة بأهم ما جاء فيها من عناوين. الرئيس السيسي يتفقد تطوير عدد من المحاور والطرق بشرق القاهرة ويشدد على الالتزام بالجداول الزمنية المحددة للانتهاء من الأعمال. السلطات العراقية تواصل ملاحقة فلول داعش الإرهابي وتدمر منصة إطلاق صواريخ في بغداد. وإصابة شرطية فرنسية بحادث طعن بمدينة نانت ومقتل منفذ الهجوم. ختاما وكالمعتاد، لمزيد من الأخبار يمكنكم متابعة موقعنا على الإنترنت extranews.tv، أيضا يمكنكم متابعتنا على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك تويتر إنستغرام أو يوتيوب. الشكر موصول من زميلتي نانسي نور ومني آية لطفي لحضراتكم. إلى اللقاء.